بسم الله الرحمن الرحيم حبيت الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبكم في الله أدعو لكم دائما بالخير والتوفيق وعندي لكم موضوع جديد بناء على سؤال احد المتابعين قال لي معاي حكه بالراس شديده طبعا ما عنده لا اكزيما لا صدفيه لا نفر بالراس لا جروح لا شيء فقط حكه شديده في فروة الراس وما يقدر يتحملها. العلاج بسيط اذا اعتبرنا ان الفروه سليمه ما فيها اي نوع من انواع الاكزيما او الصدفيه وغير ذلك الحل بسيط ان شاء الله تعالى ناخذ خل التفاح مع زيت جوز الهند بنسبه اذا يبنا استكانه ربع الاستكانه خل تفاح ثلث ارباع الاستكانه من زيت جوز الهند نخلطهم تمام ندلك فيهم فروه الشعر ونخليه ونخليه على الشعر او على الفروه تقريبا ساعه بعد ذلك ندخل الحمام ونغسل شعرنا بالشامبو ونختار الشامبو المناسب